الماضي ونقل رئيس الوزراء في مستند كلمته تحيات الرئيس السيسي الحضور مؤكدا سعادته بالوجود في هذا الحدث ومعربا عن خالص تقديره لحكومة جنوب السودان على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال. وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستواصل القيام بكل ما هو مطلوب لمساعدة إخواننا في جنوب السودان لجعل السلام حقيقة، مشيرا إلى أن مصر على استعداد للمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام المنشط، بما في ذلك إنشاء بعض المواقع وتدريب جيش جنوب السودان الجديد وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. بدأت الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم استلام الغرف المخصصة لها بفنادق شرم الشيخ، حيث كان في استقبالهم من مطار شرم الشيخ إلى أماكن تسكينهم الجهات المسؤولة عن التنظيم. وأشاد المشاركون الذين يمثلون مختلف دول العالم بالتنظيم وسلاسة الإجراءات، حيث تمت الإجابة عن جميع تساؤلاتهم المتعلقة باللوجستيات والفعاليات. ويعقد المنتدى خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 6 نوفمبر المقبل تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه نحو 5000 شاب وفتاة وإعلاميين ومسؤولين وشخصيات عامة من مختلف دول العالم. المزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني www.elbalad.news أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. Go Instagram. Sorry, that's crazy. Oh, kind of clown film. You're also from Cristiano. Let's go mine. Yes, yes. هلا نحن متهمين بقتل تعويض. وأنا ما بقدر أتحمل الاتهام. ما بقدر أتحمل. خبرني مين هن هدول الاساعي. خلص اول ما يموتوا طيب اتكت انا كيك كرماكي. هلا هذا النمس بده يواجه هدول الاساعي. هالنمس اجى لحتى ينتقم لموت زوجي. الانتقام من الموت ما بيتقابل الا بالموت. يا اساعي قد ما حاولتم هلا خلينا نشوف كيف بدكم تدافعوا عن حالكم؟ اتس من عدوكم؟ اتس سو ماتش سبايسي بات اي جود Thank you for watching. So see you next time.